أكد سعادة اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن دولة الإمارات حققت إنجازات متقدمة جدا على طريق الارتقاء بصناعة المنافذ الحدودية، ما جعلها بحق نموذجا يحتذى على هذا الصعيد. جاء ذلك خلال عقد الإدارة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تنظيمها لمؤتمر مستقبل المنافذ والحدود الذي يقام في الفترة ما بين 11 و12 من مارس المقبل. وقال اللواء المري إن توقعات مسؤولي منظمة الأياتا بخصوص نمو أعداد المسافرين حول العالم إلى أكثر من 4 مليار مسافر في عام 2017 يضفي المزيد من الأهمية على هذا المؤتمر.